منطقه ثانيه ب 20 30000 جنيه متر. القيود دي كقيود قانونيه نقدر نحطها ازاي؟ النهارده احنا عندنا نظام للسوق الحر. نظام السوق الحر بيقول ان حضرتك تمتلك شيء من حقك ان انت تبيع الشيء ده زي ما يتراءى ليك بالسعر اللي انت تحدده. ما تقدرش الدوله ان هي تحط تشريع تقول لك بيع الشيء ده بسعر معين او بيعه بكذا او بيعه بكذا، ولكن الشباب اللي حضرتك بتواجههم واللي احنا بنتكلم عنهم عندنا وعاء الدوله موفره لهم، هو الجمعيات التعاونيه الاسكانيه. تمام. من حق كل 10 شباب ان هم يتجمعوا مع بعض ويروحوا يطلبوا من الدوله تخصص لهم قطعه ارض ويبنوها بسعر التكلفه. تمام. هو ده اللي هيوصل له الشقه ب 250000 جنيه، الشقه اللي بتتباع ب 450000 جنيه هي فعليا تكلفتها 250000 جنيه كارض وكقيمه مباني لغايه لما يستلم الشقه. في وعاء قانوني يستوعب. طيب ما هو لما اجي دلوقتي لما الباشمهندس طارق قال حته ان انا دلوقتي مش مهندس مصطفى سوري قال لما حته ان انا دلوقتي الحاجه دلوقتي في مكان كويس ب 250000 جنيه ولو حضرتك قلت الحاجات دي او الجمعيات دي برضه بتبيع ب 250000 جنيه هو اوريدي طبيعي ما هو ممكن اسكن في مكان تاني بنفس ال 250000 جنيه وما يبقاش تبع الدوله. لما انا مش تبع الدوله اللي احنا بنتكلم عليه ده ان حضرتك انت 10 شباب هيتجمعوا هيروحوا ياخدوا حته ارض ويبنوها. هيبنوها بسعر التكلفه، مفيش النهارده مكسب للمقاول ومفيش مكسب للشركه لان النهارده اقل حد بيكسب في سوق العقارات 100%، احنا كنا قاعدين بنتناقش قبل الفاصل في الموضوع ده، اقل مطور عقاري واقل شركه استثمار عقاري بتكسب 100%، ودي حاجه لازم الدوله تنظر لها النهارده هي بتاخد منهم ضرايب ولا لا، والضرايب اللي بتتاخد دي تتناسب مع حجم المكسب ولا لا، والموضوع لازم يتشاف، لان انا النهارده عندي الشريحه المتوسطه الطبقه المتوسطه هي المعنيه بالمشكله دي، انا عندي الاسكان الاجتماعي الطبقه الفقيره الدوله النهارده بتغطيها بشقق، الطبقه الغنيه قادره انها تدفع ثمن الشقق الغاليه، طب الطبقه المتوسطه دي تعمل ايه؟ زمان كانوا شغالين في نظام الجمعيات العقاريه كان اسمه اتحاد ملاك بيروحوا كل 10 يخصصوا حته ارض ويبنوها، النظام ده ما بقاش معمول بيه يمكن اخر 10 سنين، المفروض ان احنا نرجع ندعم النظام ده تاني، الدوله تعمل بوابه واضحه كل 10 شباب عايزين يروحوا ياخدوا حته ارض ويبنوها هم بنفسهم يبنوها، واظن ان الطروحات اللي فاتت للاراضي الدوله فتحت الباب للنظام ده ان كل مجموعه تتجمع مع بعض 10 شباب او 5 شباب ويخصصوا عقار باسمهم ياخدوا حته ارض هم يبنوها. طب رد حضرتك يا باشمهندس مصطفى على الكلام ده؟ ده كلام صحيح.